جدا. النهارده هكلمكم عن جل الحواجب من انستازيا. تمام، جبت انا درجه السوفت براون اهي. هقول لكم رايي فيه بصراحه. بستعمله تقريبا بقالي حوالي شهر. بصوا، عايزه برضه اقول لكم تجربتي معاه. انا طلبته الاول من على موقع وجالي جالي كوبي على انه اوريجينال. تمام، فاشتريته فعرفت ان هو كوبي طبعا. يعني بصوا، اكتر حاجه بينت لي ان هو كوبي، شايفين العلامه دي كده، بصوا نازله لتحت ازاي كده، شايفين؟ التاني كان كتابه عاديه كده، فروقات بسيطه على فكره. فيعني خدوا بالكم او هاتوا من مكان موثوق عشان تبقي متاكده ان هو اوريجينال. يعني الدرجه دي اسمها سوفت براون. هعمل لكم سواتش ليها عشان تكون عارفين الدرجه شكلها عامل ايه. تمام، هاخد فرشه حواجب. بصوا الدرجه شكلها اهي، دي سوفت براون. بصوا دي حلوه جدا جدا جدا. يعني انا مستعملاها اصلا دلوقتي. لازم احط التاتش بتاعي. الجل ده حلو جدا جدا يا بنات. هو ووتر بروف، ضد الميه، فبيبقى ثابت معاكي قوي. صيف، شتاء، الجو حر، الجو مطر، شغال. حلو جدا جدا. درجته على هو بيصبغ لون الحواجب نفسها، وبيبان، بيعجبني فيه قوي ان هو بيبان ناتشرال وطبيعي جدا جدا، كانك مش حاطه حاجه. في برضو فرشه حواجب انستازيا حلوه قوي، حاولت ان انا اجيبها بس ما لقيتهاش. فمعايا فرش جيسب، دي فرشه جيسب. تمام، بيعجبني فيه ان هو بقول لكم بيبان طبيعي، بيبان ناتشرال على الحواجب. هو الجل بتاعه يعني جل حلو وخفيف مش تقيل. الكوبي هتحس انه مزيت شويه. تمام، لكن ده بيبقى لا، حلو وخفيف كده. وكمان ده برضو ده ووتر بروف. تمام، فهو ثابت معاكي ضد الميه. والدرجه دي اسمها سوفت براون. تمام، هوريكم شكل العلبه برضو عشان تكونوا عارفين الاصلي من عشان ما يحصلش معاكم زي ما حصل معايا. تمام، ايوه، هوريكم برضو شكل العلبه من جوه بيبقى عامل ازاي. شايفين شكل العلبه من جوه برضو عشان تكونوا لو تاخدوا له سكرينات تبقوا عارفين الاصلي من. على فكره بتعرفيها من يعني انا عرفتها كده برضو بشكل العلبه. يعني بصوا شايفين يا بنات، ودي درجة السوفت براون. طبعا لما بتيجي ترسمي، بصي بتاخدي حتة صغننة جدا 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 عشان هو بيبقى مركز، وتبدأي ترسمي الحواجب من تحت هنا كده. تمام، تعملي خط كده، ومن هنا من النص برضو، من نص الحاجب من فوق تنزلي كده. بعد كده تبدأي تملي الفراغات اللي في النص، وبعد كده تبدأي ان انتي تسرحي كده على فوق من قدام. وبعد كده فرشة او مسكرة الحواجب، يعني اللي هي الفرشة بتاعت الحواجب اللي شكل المسكرة دي، وتبدأي ان انتي تسرحي حواجبك بحيث ان كله يندمج ويديكي شكل طبيعي وناتشرال جدا جدا. تمام، رأيي فيه ان هو حلو جدا جدا. اتأكدي بس ان انتي جايبة الاصلي مش الكوبي. تمام، عشان الكوبي مجرق الدنيا. انا حاولت ان انا اوريكم شكل العلبه عشان تكونوا عارفين. وفي اوقات بتلاقي جوه كده زي كتالوج صغير، دي ما جاليش فيها كتالوج صغير، بس في اوقات بتلاقي، في اوقات لا. تمام، رايي فيها حلوه جدا، وزي ما قلت لكم هي ووتر بروف، بيبقى ثابت معاكي قوي في الحر وكده. حلو جدا جدا، ده رأيي فيه يعني. ومرسي جدا ليكو. انا لو في عندكم اي استفسار اكتبولي في الكومنتس وانا هرد عليكم.
تنسوش بقى تعملوا لايك وتشتركوا عندي في القناة عشان يوصلكوا دايما كل جديد. ميرسي جدا ليكوا، باي.